انا بس هسجل الحوار على الموبايل عشان اعرف افرغه اسهل لو ما اوكي عندكش اتفضلي. مانع. طيب قولي بقى ايه القصة من الاول؟ انا متربي في مدرسه توجيهاتها كلها اسلاميه، وتقريبا البيت كان زي المدرسه بالظبط. الوالد كان قافل عليها جامد لدرجه ان فتره المراهقه ما عرفش فيها اي بنت، لحد ما خدت عربيه والدي في يوم من الايام وماشي في الشارع قابلت بوسينه. بصراحه بوسينه دي كانت حلوه قوي وعملت معاها علاقه قويه جدا. يعني اول بنت عرفتها كانت من الشارع؟ الصدمه الاكبر ان في السن بتاع ايامها كان حوالي 18 19 سنه، ان الواحد يمشي مع واحده يمسك ايديها يحضنها، انما دي انا نمت معاها على طول. ولما اتمسخت عرفت كتير بنات بعدها، وكنت بقعد معاهم يحكوا لي قصصهم واعرف عنهم كل حاجه، لدرجه ان انا عرفتهم واحده واحده. بس لما اتجوزت ما انبسطتش مع مراتي طبعا عشان ما عندهاش خبره. انا كنت فاكر كده لمده سنتين، لحد ما ركبت معايا واحده مره وقالت لي انا شفتك مع علاء في العربيه، ولادي كانت بنت شاطره جدا. بس هي اتجوزت، هي رجعت الشارع تاني ولا ايه؟ على فكره ولاء دي مراتي. طب ويعني اتاكدت منين ان الكلام ده صح او ان هي؟ والبنت دي راكبه معايا العربيه شافت صور مراتي فقالت لي وعلى يحبه تكون بتحبها، ده المهندسين كلها زباينه. طب وعملت ايه؟ عملت نفسي مش عارف حاجه، وكان في صراع كبير قوي جوه نفسي. حاولت ادور لها على اي مبرر. هي زنت قبل الجواز عشان تاخد فلوس، وانا كنت بزني وبدفع فلوس، فدور لها على اي مبرر مش لاقي. اكتر حاجه عجبتني فيها انها مثلت عليا لمده سنتين، وكمان مش فاهمه انا عايز منها ايه. اكتر حاجه فهمتها في الموضوع ده ان الست تقدر تضحك على الراجل لو كان صايع. طلقتها؟ في راجل يقدر يعيش مع واحده المهندسين كلها زباينه؟ بس هي تابت. انا مش ربنا عشان اقبل توبتها ولا ايه؟ بس لو ما كنتش عرفت الحقيقة كنت زمانك متجوزها لغاية دلوقتي. بس عرفت واتجوزت. تفتكر في راجل بعد اللي شافه ده كله ممكن يثق في واحدة؟ فرجعت تاني الشارع؟ لا كبرت على الشارع بقى، في بيت كنت بروحه، ومن هنا عرفت زيزي. في أي حاجة تانية عايز تقولها؟ لما رحت كشفت على مراتي لقيت الفيش والتشبيه ما فيهوش أي حاجة، أبيض. ليه؟ بطبيعة الحال البوليس لما بيمسك حد في الشارع كبير ويعمل له محضر فارق فاضح في الطريق العام، وخصوصا لو طلعنا 50 جنيه دينار بأمين الشرطة ما بيعملهاش ملف أصلا، فممكن من هنا تتجوز من غير ما حد يعرف عنها حاجة. فهمتي؟ الحلم أصبح حقيقة، مش قادرة أصدق. معقولة بالسرعة دي؟ أيوة كده بقى، ما يجيبها لستاتها. ده غير إن حسام هيوزعها كويس جدا. حسام مين؟ حسام ظهري يا بنتي، ما تعرفيهوش؟ لا ده صاحب اكبر دار نشر يا انجي، وعنده بيزنس كتير قوي، وهو الوحيد اللي سمع فكره المجله بتاعتنا واتحمس ليها وقرر انه يطبعها وينشرها كمان. على فكره بقى هو مستنينا النهارده كلنا عشان يقابلنا. لا ربنا معاكم، انا عندي مواعيد كتير قوي النهارده وانا كمان خالص مش هقدر. خلاص هروح انا وانتي. ايه ده لازم اجي معاكي؟ ما هتسيبوني لوحدي يعني يا انجي؟ ها جايه ولا ايه؟ خلاص حاضر. ايه ده بس ان الفيدباك يكون كويس. يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. مين؟ هو يوم زفت من اوله. نعم، عايز ايه؟ اولا انا اسف على الشتيمه، ثانيا مبروك، انا وافقت على العرض بتاعكم. اما انك بهيمه صحيح. العرض خلاص انتهى، مفيش في نيته. لا ما انتهاش، لاني وافقت. يا راجل بجد؟ طب مبروك. روح لهم انت بقى، لاني نويت خلاص اني ما اشتغلش معاك ولا في البرنامج ولا في المحطه دي اصلا. ادي قاعده فاكره الجمله دي؟ فاكره مين اللي قالها وقاعده على السلم يشرب بيره؟ انا كمان هعمل كده، بس مش هشرب بيره، وده لاني غيرك تماما، متربي تربيه غيرك، ثقافتي غير ثقافتك، تعليمي غير تعليمك. انا هشرب ويسكي.
عشان استحمل قلة ادبك. امشي من قدام البيت لو سمحت. مش همشي. ليه؟ مش انت كنت بتقول عليا مرة؟ جاي بقى ليه لواحدة مرة؟ لا لو سمحتي خليكي دقيقة. انا قلت انت حتى مش عارفة تبقي مرة. طب المرة بقى هي اللي بتعتذر وهي اللي بترجع في كلامها. عندك حق. انا فعلا زي ما قلتي كده، انا غلطان. المفروض كنت اسيبك في القسم تتبهدلي وتقعدي مع امثالك وزمايلك من بتوع الاداب والمخدرات. كان زمانه دلوقتي بيغتصبوكي على الاقل 45 واحد. مش عارف يا رب انا عملت ايه في دنيتي. كل ما اعمل حاجة كويسة اخد خازوق تركي عجب. ادفوع على معرفتك. حمزة! حمزة استنى يا حمزة! ما تستنى! الحقني! احسن. عشان قلة ادبك. حمزة خاف يا واطية. ايدي. عقبال رقبتك. ركبتي. ايدك ولا ركبتك؟ ضرسي بيوجعني. ايه ده؟ وقعت على ضرسك؟ وحياة امك لا اجيبهم لك يعملوا لك محضر هنا في البيت. طب انت وصيت عليهم ازاي في القسم؟ يعني وصيت عليا انا ازاي في القسم؟ انت وقعت على لسانك تقريبا مش ضرسك. قلت لك ضرسي. فاكره الضابط اللي كان بيحقق معاكي في القسم؟ اسمه ايه؟ مش فاكرة طبعا. حازم. كان اسمه حازم. حازم ايه؟ ليه؟ وانا هناسبه ولا حاجة؟ بطلي قلة أدب. يعني ايه حازم ايه؟ اسمه؟ مش فاكرة. يعني هفتكر ازاي؟ يعني هعمل عنه محضر ولا خلاص. حازم عثمان البسيوني. يا سلام. ابن اخويا. يا راجل. يا مرة. ده ايه علاقته بموضوعي؟ مش فاهمة برضو. تعليم مجاني. طبعا انا مش عارف انت ازاي بتشتغلي بروديوسر بجد. انت مش فاكرة وانت قاعدة معاه دخل عسكري قال له قريبك الباشا عايز يقابلك؟ تصدق؟ خرج وسابني فعلا ولطعني في المكتب. قريبك ده على فكرة ليه الذوق. اخراسي. انا بقى سمعتك وانت بتترجيه جوه فخرج. سألته قال لي أيوه وقال لي اسمك. فقلت له طيب سيبها بس شد ودنها شوية. عشان كده لطعك ساعتين في المكتب مش عارفة تعملي حاجة. يعني أنت السبب اللي خليته يلطعني في المكتب ساعتين؟ ده قليل الذوق. وأنت كمان اللي وصيته على كده. تصدق إن أنت واطية؟ المفروض كان سنتين. واطية؟ انا اسف. بس والله العظيم والله العظيم الحشيش ده مش بتاعي. والله العظيم انا ما بكدبش. ولا بتكدبي وانا مالي؟ انت بس صعبت عليا.